اللهم لك الحمد أنت قلت وقولك الحق المبين. قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله المتوحد في الجلال بكمال الجمال تعظيما وتكبيرا المتفرد بتصريف الأمور على التفصيل والإجمال تقديرا وتدبيرا المتعالي بعظمته ومجده الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. ونحن على ما قال ربنا وخالقنا ورازقنا من الشاهدين ولما أوجب وألزم غير جاحدين والحمد لله رب العالمين. وصلوات الله وسلامه على خاتم النبيين وإمام المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لك الحمد كما هديتنا للإسلام وعلمتنا الحكمة والقرآن ولك الحمد على ما يسرت من صيام شهر رمضان وقيامه وتلاوة كتابك العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله علانيته وسره. فأهل أنت أن تحمد وأهل أنت أن تعبد وأنت على كل شيء قدير. اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك نواصينا بيدك نواصينا بيدك نواصينا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاؤك. نسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا وقائدنا ودليلنا وسابقنا إليك وإلى رضوانك وإلى جناتك جنات النعيم. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم اجعلنا ممن يحل حلاله ويحرم حرامه ويعمل بمحكمه ويؤمن بمتشابهه ويتلوه حق تلاوته على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم اجعلنا ممن يقيم حروفه وحدوده ولا تجعلنا ممن يقيم حروفه ويضيع حدوده. اللهم اجعل القرآن العظيم لقلوبنا ضياء ولأبصارنا جلاء ولأسقامنا دواء ولذنوبنا ممحصا وعن النار مخلصا. اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعلنا ممن يقال له اقرأ وارقم ورتل كما كنت ترتل في الدنيا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ألبسنا به الحلل وأسكننا به الظلل وادفع به عنا النقم وزدنا به من النعم واجعلنا به عند البلاء من الصابرين.
تجعلنا ممن استهوته الشياطين وشغلته بالدنيا عن الدين فأصبح من النادمين وفي الآخرة من الخاسرين. اللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن العظيم الذي رفعت مكانه وأيدت سلطانه وبينت برهانه وقلت يا أعز من قائل سبحانه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه أحسن كتبك نظاما وأفصحها كلاما وأبينها حلالا وحراما فيه وعد ووعيد وتخويف وتهديد لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. اللهم اجعلنا بتلاوة كتابك متفقهين وإلى لذيذ خطابه مستمعين وعند ختمه من الفائزين ولك في جميع أمورنا راجين ولك في جميع شهورنا ذاكرين يا رب العالمين. اللهم انقلنا بالقرآن العظيم من الشرك إلى التوحيد ومن البدعة إلى السنة ومن السيئات إلى الحسنات ومن الشقاوة إلى السعادة ومن الذل إلى العز ومن الفقر إلى الغنى يا ذا الجلال والإكرام ومن أنواع الشرور كلها إلى أنواع الخير كلها يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث فلا تكلنا إلى أنفسنا ولا إلى أعمالنا طرفة عين ولا أقل من ذلك وأصلح لنا شأننا كله. اللهم تقبل منا ختم القرآن وتجاوز ما كان فيه من زيادة أو نقصان أو خطأ أو سهو أو نسيان يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر لنا في ليلتنا هذه أجمعين اللهم اغفر لنا في ليلتنا هذه أجمعين وشفع المحسنين منا في المسيئين. اللهم ما قسمت في هذه الليلة الشريفة المباركة من خير وعافية وصحة